اولا ده معناه ان مفيش حاجه رسميه من نادي الاهلي، فكريم متبرع عن نادي الزمالك. نادي الزمالك، نادي الزمالك. خليني اقول برضو اللي انا بحترمه جدا، ودي وجهه نظر. انا اعرف صحفيين كبار جدا جدا واعرف انتماءاتهم، لكن مفيش حد في الشعب المصري يعرف انتماءاتهم لغايه النهارده. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك النهارده بتشتغل في الصحافه، انا شادي محمد كابتن للنادي الاهلي، ابراهيم سعيد بيقول انتمائه ايه، كابتن فاروق بيقول انتمائه ايه، كل واحد حر. لكن الصحافه الطبيعي جدا اللي حضرتك ما تقولش انتمائك عشان المهنيه. انا شايف كده بس ما بقاش كده شادي دلوقتي، بس لا معلش ما فيش حاجه اسمها ما بقاش كده، لازم ما بقاش كده والله. لو سمحت يا فاروق انا بتكلم، انا بتكلم معاك اهو يا شادي، ما انا بديك فرصه طبعا. بس الوضع ما بقاش كده دلوقتي في الوقت الحالي، ما بقاش كده، لازم لا يصح الا الصحيح. يعني في الاهلي هتلاقي صحفيين موجودين، والله انا بقول لك صحفيين بيقولوا ان هم اهلاويين. وجهه نظري يا النهارده بتتهموا الجماهير بالتعصب، تروح ماتشات الاهلي والزمالك وشوف بعض الصحفيين بيعملوا ايه. انا بقول بعض بيروحوا يشوفوا بيعملوا ايه، الجمهور ما بيعملش اللي هم بيعملوه، كل واحد بيعمل حاجات غريبه جدا. انا رحت كنت بشوف بعيني حاجات غريبه جدا. الالم ملوش علاقه باهلي او زمالك، ليه علاقه بالحق، ليه علاقه، ملوش علاقه بالانتماء، انتمائك للجريده بتاعتك بالظبط كده صح. النهارده على فكره انا ما كنتش عايز ارد عشان ما فيش حاجه اساسا رسميه من مجلس اداره نادي الزمالك. انا ما بحبش حد يتطوع مجلس. لو انتوا عايزين توقفوا بجد هرجع اقول تاني، وقفوا النهارده الاتحاد الافريقي يقول النادي الاهلي نادي القرن، اتشكك في تاريخ الاهلي، هل احنا طلعنا وولولنا او دموعنا نزلت اللي ازاي اتقال الكلام ده على قنوات منافسه؟ ما قلناش كده، سيبنا اللي عايز يقول يقول. ما قلناش جماهير النادي الاهلي ازاي نحافظ عليها وازاي نقاتل وراها، ما عملناش كده، لان جمهور الاهلي يعرف ياخد حقه. وهنا بعيد عن التعصب وبعيد الكلام ده كله، برضه عايز اقول هو كريم مش كان قاعد في قناه نادي الزمالك وكان بيسمع بودانه التجاوز في الاعراض بشكل كبير جدا وكان الناس بتضحك عادي؟ لو هو ما كانش هيتوجع او ممكن يتوجع، انا اسف، لو كان اهل بيته تعرضوا لربع كلمه ما كانش هيوصل. لكن كنا بنشوف الناس بتضحك والبيوت بتتشتم، كنا بنشوف تقليل من حجم نادي الاهلي بجماهيريته كل يوم وكل حلقه، وكنا بنسكت ما بنطلعش نقول اطلع متبرع عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يعرف يجيب حقه هو مجلس ادارته. كل ده كنا بنشوفه، كان الاولى ما شفتش انا حد طلع كاتب قال لك وقفوا فلان الفلاني او اعملوا فلان الفلاني. مفيش حاجه اسمها عصر تكميم الافواه انتهى، ده عصر ولا دلوقتي احنا بعصر حريات. طالما بتتكلم باحترام واسلوب يليق باسمك وبتاريخك وبتاريخ ناديك، قول اللي انت عايزه، انت حر تقول اللي انت عايزه طالما لم تتجاوز حق احد. ده اللي انا عايز اقوله. تمام يا كابتن شادي. لكن انا ما اتبرعتش باسم حد، انا حر، انا راجل النهارده ليا تاريخ كبير جدا، من حقي اطلع اعبر عن ناديا وعن تاريخي اللي ما حدش حققه. كبيلة منافس وابراهيم سعيد يشهد وانت فاروق تشهد، بلا منافس تسع سنين في افريقيا، مش في مصر بس، في افريقيا كلها. الاهلي بره وجوه مكتسح، عايزني اقول ايه؟ ايوه انا الشعبيه الكبيره، ايه اللي زعل؟ انا حر اقول رايي، تقول لي توقف في ناس مسؤوله في الزمالك زي ما انت بتقول، الاعلام او الناس في الاعلام بتعرف تجيب الفيديوهات كويس وبتعرف ناس محترمه جدا وبتعرف تشوف. احنا نعبر عن راينا زي ما احنا عايزين، انا حر. تمام يا كابتن شادي. طيب لكن اللي انت تقول لي انا شايف ان انا بظلم جماهير نادي الزمالك، انا اسف حضرتك، احترمك جدا كراجل صحفي، لكن ما تتكلمش باسم النادي، لان في مجلس اداره وفي مدير كوره وفي مركز اعلامي يعبر عن مجلس اداره النادي. طيب ما ينفعش توزع الاتهامات على الناس كريم في خبر او